كلنا بنحب الأفكار الجديدة والحاجات الغريبة اللي بتبقى شكلها حلو في مطبخنا، تزين مطبخنا وتخلينا كمان يعني نستخدم الحاجة بسهولة ويسر. تعال أقول لكم على حاجة، علبة المناديل دي اشتريتها، كانت العبوة اللي فيها صغيرة شوية على قدها. هنا أنا جبت فا أهو، بصوا دي المناديل، طبعا انتوا عارفين كلنا بنستخدم مناديل المطبخ، ما بنقدرش نستغنى عنها، بس لما اجي اشد صعبة قوي، لازم يعني ايه اشد او افتح العلبة من فوق واطلعها، وكانت بالنسبة لي شغلانة. دلوقتي انا قلت ابسط حاجة للموضوع ده، هنجيب اي مثلا عبوة عندك ممكن تشيلي فيها العبوة دي. بصوا ازاي، بصوا ازاي سهل قوي انك تقطعيها، تمسكيها كده وتقطعي، هتشدي التانية بدلها. بس دي الفكرة اللي انا قصدي عليها، انك انت بدل ما تبقي تستهلكي طاقتك في انك تحطيها كده تمام وتقعدي بقى تشدي، هي كده سهلة ما قلناش صعبة، بس في البداية التقل بتاعها بيخليها صعب انك انت تشدي منها مناديل. يعني بصوا ازاي لازم تعملي كده، اما بالطريقه دي هتسهل عليكي. اي حد عنده العبوه دي، هي شيك قوي في المطبخ وحلوه بصراحه، جميله من الحاجات اللذيذه يعني اللي انا بحبها. اهو شفتوا ازاي بتتقطع بكل سهوله، ما فيهاش اي مشكله. فيديو النهارده صغير بس حبيت افيد الكل بيه. السلام عليكم.